ولد عمره 16 سنة أصيب بالرصاص بأقدامه ثنتين، بس اللي مضرر مرة القدم اليسرى، وسووا له يعني عدة عمليات هنا في تعز، وبالأخير قالوا يعني يبتروها. صممت إنني أسفر به، ما حد وقف معي طبعاً. الآن يعني ابني عباقي له اسمه عملية أخيرة، وكان معنا عودة قبل سنة، ولحد الآن يعني حتى ما فيش منظمة تساعدنا. ناشد يعني من أصحاب الخير ولا منظمة ولا أي حد إنه يساعدنا وكمل له بقية العلاج وبقية العملية. وأمي طبعاً زي ما تشوفوا أصيبت قبل سنين بالغرغرينة، عند السكر، وعند السكر يعني مرة قابل غرغرينة برجله، وسوينا لها كثير عمليات، وهي ما يعني ما تدك إلا بالعكاز. وأختي هذه طبعاً فيها جيت للحمى المالطية قبل سنوات، ولحد الآن يعني حركتها بسيطة شوية، يحتاج لها علاج، ويعني أطباء يكشفوا عليها ويشوفوا إيش يعني علاج اسمه السبب عدم الحركة. والوالد كان يشتغل في مؤسسة كبيرة، وبداية الحرب يعني زي ما تقول استغنى عنه، فبالآن عاطل عن العمل. ونحن الحمد لله ما فيش غير معنا مع إغاثة واحدة تجينا في الشهر، حاجة بسيطة. والوالد ضغطت عليه كثير، وطبعا فيه الضغط وعنده القلب، وطبعا زي ما تشوفوا كيف حال المنزل متدهور ومتضرر من الحرب.